يوجد عندنا مسجد صغير نصلي فيه التراويح، ونأتي بنسائنا فيصلينا في صالة الوضوء، ولا نستطيع أن ندخل الحمامات مخافة مزاحمة النساء، فألزم الإمام أن يستنجي الشخص في بيته، وجعل في الخارج زجاج ماء لوضوء الرجال، فما حكم صلاة النساء في هذا المسجد مع العلم أنه حصل تضييق على الرجال، فبعضهم ترك صلاة التراويح في هذا المسجد؟ هذا التصرف غير صحيح، وهو جعل النساء يصلين في دورات المياه. ما يصلى في دورات المياه، دورات المياه من المواضع التي نهي عن الصلاة فيها، حتى لو منع الناس من قضاء حاجتهم في وقت رمضان هذا ما يكفي، حتى تحول الدورات إلى ملحق للمسجد، وتنقل الدورات إلى مكان آخر. أما أن تبقى دورات ويصلى فيها غاية ما هو يمتنع عن قضاء الحاجة فيها مؤقتا، فهذا غير تصرف غير صحيح. والنساء ما هو لازم يصلن في المسجد، النساء ما هو لازم يصلن في المسجد، صلن في بيوتهن أحسن لهن، صلاة المرأة في بيتها أفضل، صلن في بيوتهن، لأن دورات المياه من حاجات الناس، من ملحقات المسجد، فتبقى دورات المياه للناس توضؤون فيها لابد منها، والنساء تصلي في بيتها إلى أن يتيسر مكان لهن مناسب. نعم.